احنا قلنا نهزر معاكي كده النهارده. شكرا شكرا يا ابو سعيد، بس خليكي متابعه احتمال نهزر تاني. شكرا يا ابو سعيد. متابعه اهو قاعده بتفرج عليكي في رمضان. في رمضان بتهزر في رمضان. صباحكم فل. صباح الرضا. صباح الرضا. مع السلامه. نرجع بقى لحلقتنا والموضوعنا دلوقتي. في حد بعت لنا رساله على السوشيال ميديا بيقول انه تعب جدا من اكلك يا شيف حسن. اه ما لازم طبعا، والناس معظم الناس كده، وبالذات احنا كل سنه طيبين 18 رمضان النهارده. فاحنا بنقول يا جماعه احنا بنعمل تشكيله فرايتي، اختاري منها اللي يناسبك حسب معدتك وحسب الماده وحسب الفلوس وحسب الفنيات. هو ما مش من الكميات، من اللي هو تعب ان هو ماشي على الوصفات وبيعملها بحذافيرها، ووزنه زاد جدا واصحابه ما بقوش عارفينه اصلا. هو طبيعي لازم وزنه زاد، انا رمضان انا ما بزيدش. بس انت اكلك ما بتزيديش. بس انت اكلك حلو. يخلي ما حدش يقاوم. انا كوني شغال في الاكل، فالريحه بتشبعني. فما اعرفش بقى يعني فانا قلت كله ياخد من كل حاجه معلقه معلقه، وبعد صلاه التراويح يقعد يتعشى. يعني بعد صلاه التراويح يقعد يتعشى. تعرف ان اصحابه بيقول لك ما بقوش عارفين، لازم يخافوا على صحته ويحافظوا عليها، لان هي راس مال. زي ما انا بحافظ على صحتي، انت مش شايفاني قمر ووسيم ازاي؟ وسيم جدا. وسيم بص مفيش اي حاجه. انا باليرينا. قلت لنا ان انت كنت باليرينا. باليرينا حاجه باليرينا امبارح، وكسرت البندق. كسرت البندق ومن خلالها دخلت المطبخ وبعت البجعه. بس هو شكله اتغير ازاي يعني؟ اتغير زي الصوره كده. بص الصوره دي جايبه لك صورته اهو. ايه ده؟ اهو. ايه ده؟ مين ده؟ هو. هو مين؟ ده انا حسن. ايه ده بايدك دي؟ بص بقى انت بقى لو مش نفسك بتتسد وبتاكل اكلك كنت هتوصل للوزن ده. بقيت الشيف الديك كده. لا لا لا. شايف؟ انت ما تعرفش مين الشيف الديك؟ لا ما اعرفش مين الشيف الديك. الشيف الديك ده شيف عالمي بسم الله ما شاء الله يعني. كده قلبت كده بالغد ده والحاجات الشيف الديك خالص. ايوه. ايه ده بسم الله ما شاء الله؟ انا كده بالاكلي؟ شفت انت كده ده شكلك لو زدت في الوزن. ده لو انا كلت، لكن لو انا ما بشم بس هتفضل قمر كده زي ما انت. وانت يا عسليه يبقى شكلك ايه؟ ما انا العسليه اللي هي قلبت بيوت المصريه. الكلمتين دول انا مأمنه نفسي. ايه عامله ايه؟ وبوريك انا شكلي هيبقى ايه لو تخنت. ايه الحلاوه دي؟ حلاوه دي حلاوه؟ عسليه عسليه. تحسني حامل في تسعه. منفخه مش تخينه. اكيد. طب وسينا كلت معانا وكلت وسابت. ما انا عشان كده قلت لها تابعيني، واصلا انا قعدت بقى افحص وامحص وفاهم وطلع لها حاجه، فانا قلت نشاركها بقى الفكاهه دي ووريك بوسينا لما وزنها. ورينا بوسينا كده. ورينا بوسينا لما لو وزنها زاد هتبقى عامله ازاي؟ لا صدق حلوه. يا نهار ضحك يا ابو سعيد. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ بالظبط. يعني بتاع 150 كيلو. كويس ان هي اجازه النهارده. كويس ان هي اجازه النهارده. كانت هتتبسط قوي لو موجود. وهي تلاقيها بتتفرج دلوقتي. هي تلاقيها داست بس بعد صلاه التراويح داست في الاكل. بتاكل قطايف على السحور.